المرأة البحرينية تعمل في شتى القطاعات والمجالات في المملكة، والمرأة المصرفية لا يقتصر دورها في مجالات البنوك والشركات فقط، بل وصلت إلى مستوى الإدارات المالية في الوزارات. التقرير التالي يتناول المرأة في وزارة الداخلية، فلنتابع التقرير ونكمل بعدها ضيوفنا من وزارة الداخلية. من المضامين والأهداف الثانية التي يمثلها المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تشارك المرأة البحرينية في مسيرة النماء والبناء، مسجلة بذلك إنجازات واضحة في أكثر من مجال بفضل دعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. ويمثل يوم المرأة البحرينية والذي كان أول احتفال به في العام 2008 مبادرة حميدة يتم من خلالها توثيق مسيرة العطاء والمكتسبات في عديد من المجالات التي سجلت فيها المرأة نجاحات مشهودة، ومن بينها شعار الاحتفال هذا العام 2015 والمتمثل في إنجازات المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي. يعد هذا القطاع ضمن مجالات العطاء للمرأة العسكرية في وزارة الداخلية، والذي شهد حضوراً إيجابياً للمرأة البحرينية انطلاقاً من منظومة التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية، والتي أثبتت المرأة البحرينية من خلالها كفاءة متميزة في كافة مجالات العمل. تشير القراءة التاريخية إلى تأسيس إدارة الشؤون المالية بالوزارة في عام 1960 بهدف إنجاز كافة المعاملات المالية. بعدها تواصلت أعمال التطوير بالإدارة ضمن التحديث الشامل في كافة إدارات وزارة الداخلية. بدأ دخول المرأة إدارة الشؤون المالية بالوزارة عام 2006، وبعدها بثلاث سنوات تم تعيين أول ضابطة بالإدارة. وفي العام 2011 كان للمرأة البحرينية دوراً بارزاً في تفعيل فرع الرقابة والتدقيق وتولي مهامه. يعمل في إدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية في الوقت الراهن 7 ضابطات، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفات المدنيات، بما يعادل تقريباً 70% من عدد الموظفين بالإدارة، وهي نسبة تعكس الحضور النسائي الواضح والفاعل في الوقت ذاته، الأمر الذي يعد دليلا حيويا على دور المرأة في هذا القطاع ونجاحها من خلاله. ومن الطبيعي أن يشكل العمل في القطاع المالي والمصرفي إضافة جديدة لمسيرة المرأة البحرينية التي تثبت يوما بعد آخر قدرتها وتميزها في العمل ونجاحها في تخطي الكثير من العقبات. أهلها لذلك عهد الإنجازات الذي تعيشه مملكة البحرين في كافة القطاعات الحيوية. تحية للمرأة البحرينية عموما والمرأة العسكرية خصوصا في عيدها، وشكرا لقيادتنا الحكيمة على عطائها الحضاري ورعايتها لكافة أبناء الوطن. شعار
شعار المرأة في المجالات المالية والمصرفية يعتبر من أهم القطاعات التي تحتفل بها البحرين خلال السنوات الماضية، فالاقتصاد عصب الحياة. وكما ذكرت زميلتي في مقدمة التقرير، فإن دور المرأة المصرفية لم يقتصر فقط على الشركات والبنوك، وإنما وصل إلى عدة مراكز من بينها الإدارات المالية في مختلف الوزارات. ويسعدنا اليوم أن نستضيف النقيب فاطمة الزعبي، رئيس فرع الرقابة والتدقيق بوزارة الداخلية، والملازم أول نورة أحمد القحطان، القائم بأعمال رئيس فرع الإيرادات بالوزارة. مساء الخير ونورتونا في الاستوديو. وكل عام وانتم بخير اكيد بمناسبه يوم المرأة البحرينية. بداية يمكن انا راح اسألكم سؤال. العام تم تكريم المرأة العسكرية، وفي هذا العام يتم تكريم المرأة المصرفية. الى حد ما انتم تشملون الجهتين، المرأة العسكرية والمرأة المصرفية. ماذا يعني لكم تكريم المرأة المصرفية في هذا العام؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا شرف لنا ان احنا تكرمنا السنة اللي راحت كمرأة عسكرية، والسنة المرأة في المجال المالي. وطبعا يوم المرأة ما يقتصر على مجال معين، طبعا المرأة تكرم في كل المجالات، فهاي يزيدنا شرف وفخر ان احنا على سنتين متتاليتين ان احنا نتكرم في هذا اليوم، ويكون لنا شرف ان نفتخر بكون فتيات بحرينيات داشين في عدة مجالات. يعني فاطمة، يمكن راح أسألك هذا السؤال، يعني تاريخ عمل المرأة العسكرية يمكن خلينا نقول حديث في وزارة الداخلية، لكن أكيد هو مؤثر، فشنو تعليقك على هذا الموضوع؟ بالضبط أختي، طبعا المرأة العسكرية دشت متأخر وزارة الداخلية. وزارة الداخلية وزارة عريقة من أساس الدولة. نعم. لكن حاليا المرأة العسكرية في كافة المجالات، وخلني أخص المجال المالي. في إدارة الشؤون المالية كان الدخول متأخر للمرأة العسكرية والمرأة المدنية على حد سواء. طبعا إدارة الشؤون المالية في الوزارة أنشأت في سنة 1960، دخول المرأة كان في 2006، فنلاحظ أن فترة طويلة ما كان في عنصر نسائي. نعم. لكن خلال هذه العشر سنوات قدرت المرأة أنها تثبت وجودها في إدارة الشؤون المالية، ومثل ما شفنا في التقرير حاليا أكثر من 60 أو 70% من موظفات إدارة الشؤون المالية من العنصر النسائي. جميل. فهذه فخر لنا أكيد. ولازم نورة أنا راح أسألك سؤال. يمكن العمل في السلك العسكري إلى حد ما المصرفي يحتاج العديد من الامتيازات، منها قدرة بدنية وقدرة أو حضور ذهني. كلمين أكثر عن المقومات اللي لازم تتواجد في المرأة الانخراط في هذا المجال. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء، ومن جهتي بعد طبعا أرفع آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي قرينة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى قبل كل شيء بهالمناسبة، وطبعا كونها سيدة البحرين الأولى في كل شيء. بالنسبة حق المرأة العسكرية، المرأة العسكرية بطبيعتها تميزت بعملها في كل مجال، وتقدمت في تقدمت الصفوف في يعني شتى المجالات بوزارة الداخلية سواء كانت إدارية أو ميدانية. وبالنسبة للمرأة العسكرية في المجال المالي لو بختص به، المرأة العسكرية بطبيعة عملها وبطبيعة اللي تعلمته من الأكاديمية الملكية للشرطة من ضبط وربط عسكري ومن مبادئ أساسية للعسكرية اللي هي منها سرعة الاستجابة، قدرت أن هي تثبت جدارتها وكفاءتها في العمل المالي، خصوصا أن المجال المالي يحتاج دقة ويحتاج إلى سرعة إنجاز العمل، فهي قدرت تتواكب في الموضوع. في النهاية يعني المرأة العسكرية أو المدنية في المجال المالي يحتاج أن تتعدد المؤهلات التعليمية سواء كانت إدارة مالية أو محاسبة، والحمد لله هذه الأشياء كلها قاعدة توفر عندنا في سواء يعني في الإدارة أو برا الإدارة. يعني يمكن هو دائما هناك تشكيك إن شلون المرأة تقدر توفق بين أسرتها وبين عملها، فنورانا توجه لك أو الملازم الأول نورا توجه لك بهذا السؤال بالتحديد، شلون قادرة توفقين بين عملك العسكري وأيضا حياتك الأسرية؟ لو بتكلم كوني امرأة عسكرية، انا بتكلم عن من بداية دخولنا المجال العسكري، طبعا يتم اخذ بعين الاعتبار موضوع تنظيم الوقت والفصل بين الحياة العملية والأسرية، لان مثل ما نعرف ان العمل العسكري يعني يختلف عن الاعمال الثانية، ان
الشخص العسكري بشكل عام يكون على الواجب خلال 24 ساعة، يعني بمعنى ثاني في أي لحظة ممكن يتم استدعائه للعمل، على اختلاف العمل الإداري إنه غالبا ما يكون محدد بوقت معين. يعني في البداية يتم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، ونحاول إن احنا ما نخلط بين الحياتين طبعا. ومن الطبيعي إن الشخص ما بيستطيع إن هو يفصل 100% يعني بين العمل وبين البيت، شيء طبيعي ضغوط العمل بتكون معاه في البيت أو العكس يعني، بس احنا نحاول قد ما نقدر إن احنا نوفق بين الحياتين. نقيب فاطمة، طبعا المرأة البحرينية وصلت إلى هذه المراتب وهذه المناصب طبعا بتحديها وبطموحها، لكن احنا ما ننكر أن كان لك عديد من العوامل والناس الداعمين عشان توصل إلى هذه المناصب، كلمينا عن أهم الداعمين لكم في هذا المجال. والله في الحقيقة القيادة الرشيدة في مملكتنا الغالية أكبر داعم للمرأة البحرينية. نشوف هاي واضح في طبعا المجلس الأعلى للمرأة، يمكن العديد من الدول المجاورة ما فيها مجلس يختص بأمور المرأة مثل البحرين. احنا قطعنا باع في هاي المجال، فهاي الداعم الأول للمرأة البحرينية. أكيد البيت له دور، العمل، الزميلات في العمل، وحتى المسؤول، أو احنا بالنسبة لنا كوزارة الداخلية معالي وزير الداخلية أكبر داعم للمرأة العسكرية على وجه الخصوص. عندنا إدارة الشرطة النسائية مختصة بأمور الشرطة النسائية، فالحمد لله المرأة البحرينية تتميز بكل هاي الداعمين، وأكيد الفضل يعود لهم في أي إنجاز تحققها المرأة البحرينية في أي مجال. يعني نقيب فاطمة، الدقة هو أمر مطلوب في المجال المالي، يعني نرجع لتخصصكم، فما هي التدابير التي تقومون بها عشان تحققون هذه الدقة؟ طبعا في البداية الشخص اللي يعمل في المجال المالي لابد أنه يتوفر عند المؤهل العلمي اللي أهله، فهذا يؤخذ بعين الاعتبار. ثاني شيء في مرحلة التوظيف أو بداية التوظيف لابد من اختبار الموظف، وذلك بتمريره على كافة الأقسام، التدريب العملي في كافة الأقسام، أساس أن احنا نعرف وين ممكن أن احنا نضع هذا الشخص. من أهم التدابير وجود فعل رقابة وترقيق عندنا في إدارة الشؤون المالية للتأكد من جميع المعاملات المالية، للتأكد من صحتها طبعا قبل عملية الدفع أو قبل تنتهي من إجراءاتها. فكوني رئيس فرع الرقابة والترقيق هذه من أهم الأعمال اللي عندنا، أن احنا نتأكد من كافة المعاملات. ملازمة أول نورة، يمكن احنا ذكرنا قبل شوي ان انتم تجمعون بين المجالين، المجال العسكري والمجال المالي، كيف ممكن انكم توفقون بين هذه المجالين؟ صراحة أرد يعني أقول نفس الكلام اللي قالته سيدي النقيب فاطمة، ان احنا لنا الشرف، يعني شرف التكريم والاحتفال باليوم المرأة البحرينية، وكان سنتين على التوالي، العام الماضي كان بالمرأة العسكرية وهالسنة كان المرأة بالمجال المصرفي. طبعا المرأة العسكرية حاليا صارت مو مقتصر شغلها على ميداني بس او انه كمراكز شرطة او يعني من هاي المواضيع. المرأة البحرينية حين بالاخص المرأة العسكرية تواجدت في كل يعني في كل مكان على حسب مؤهلها الجامعي، مثل ما قلنا يعني كوني انا مثلا امرأة عسكرية اشتغل في إدارة الشؤون المالية، ولو برجع على تخصصي خريجة بكالوريوس إدارة أعمال إدارة مالية، فيعني نقدر نجمع بين المجال العسكري والمجال المالي حسب تخصص الشخص نفسه. يعني ما هي طموحاتكم للمرأة البحرينية في المرحلة القادمة؟ يعني هل تعتقدون أن في مجالات المرأة البحرينية لم تتطرق لها بعد؟ يمكن نبدأ معك. بالعكس، المرأة البحرينية أثبتت وجودها في كل القطاعات في الدولة. لو بني على مستوى السلطات، المرأة البحرينية قدرت أنها تدخل كافة السلطات، سواء كانت سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية في كافة وزارات الدولة، وحتى في السلطة الرقابية، ديوان الرقابة المالية المرأة لها حضور كبير فيه. بالإضافة إلى القطاع الخاص، طبعا المرأة البحرينية قدرت أنها تثبت وجودها وأنها تترأس الكثير من القطاعات الخاصة. فطموحاتنا أن تتطور المرأة البحرينية وتتقدم بالدعم الموجود لنا، وإن شاء الله تثبت حضورها في كافة المجالات. إن شاء الله. إحنا نلاحظ الحين أن المرأة دخلت في عدة مجالات، هذه إذا ما كانت جميعها يعني.
فأحين احنا نشوف المرأة أنها هي نائبة وعضو بلدي ووزيرة، يعني تواجدت في أكثر من مجال. فالمرأة قادرة أنها تثبت جدارتها وكفاءتها بمختلف واجباتها الوظيفية، وتكون تتمتع بحقوقها العملية بجانب الرجل طبعا. في النهاية احنا نعرف ان نهضة المجتمع تقوم بتعاون من الرجل والمرأة كشراكة متكافئة طبعا، في النهاية تؤدي الى مجتمع تنافسي مستدام. فبالعكس يعني اتمنى التوفيق لكل امرأة عاملة، وان شاء الله نشوفهم دائما في اعلى المستويات الوظيفية إن شاء الله بإذن الله. نقيب، يمكن هاي ثامن سنة يتم فيها تكريم المرأة، شملت العديد من الأقسام والعديد من التوجهات، منها الصحة والتعليم والمرأة العسكرية وصولا للمرأة المصرفية. أين ترين المرأة البحرينية اليوم؟ أرى المرأة البحرينية طبعا في المقدمة على مستوى هنقول الدول الخليجية أو حتى الدول العربية، دليل وجودها في كافة المجالات. مثل ما قلتي البحرين تحتفل 8 سنوات في كل المجالات، وفي كل سنة نكرم رواد هاي الأعمال، بدليل أن المرأة البحرينية مو بسنة أو سنتين دشت هاي المجال، إحنا عندنا رواد من يمكن 10 أو 20 سنة قبل المرأة متواجدة في هاي المجالات. فالحمد لله المرأة البحرينية أثبتت حضورها في كل القطاعات. يعني طبعا إحنا أكيد سعداء بوجودكم معنا، و فخورين دائما بالمرأة البحرينية في شتى المجالات، سواء كان المجال العسكري، المصرفي، الإعلامي، التربوي، أيا كان. طبعا أكرر شكري لوجودكم معنا. كان معنا طبعا نقيب فاطمة الزعبي، رئيس فرع الرقابة والتدقيق بوزارة الداخلية، والملازم أول نورة أحمد القحطان، القائم بأعمال رئيس فرع الإيرادات في الوزارة. شكرا لكم من جديد. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام برنامج باب البحرين لهذا اليوم، واللي أيضا خصصناه للمرأة البحرينية. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة وفعاليات جديدة، كلها وطن وإنجاز. نلقاكم على الخير والمحبة والأفراح القادمة بإذن الله. فشهر ديسمبر هو شهر الأفراح والأعياد في البحرين. حتى يوم غد كونوا بخير. مع السلامة.